مشاركة المؤسسات الناشئة الجزائرية هي الأولى من نوعها في هذا الصالون الذي ينطلق في شهر أكتوبر القادم بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة. ولمناقشة هذا الموضوع حول مختلف التطورات التي يشهدها قطاع المؤسسات الناشئة في الجزائر، نستضيف في هذا البلاتو السيد كريم بروري، عضو اللجنة الوطنية في منح علامة شركة ناشئة لابل. أهلا شكرا، بك السلام سيدي. عليكم. أهلا بك سيدي. خطوة يعني صغيرة وربما تعبر عن جهود عملاقة يعني تم يعني استثمارها في هذا المجال من خلال تشجيع إنشاء الشركات الناشئة وكذلك اعتبارها قطاع متكامل بحد ذاته في الجزائر. ماذا تمثل بالنسبة لكم هذه الخطوة سيد بروري؟ بالطبع، من جديد شكرا للاستضافة، ويعني دائما فرحة وسرور نكون معكم في الظاهرة. نقطة الشركات الناشئة اليوم يعني ولات نقطة محورية الكثير يتكلم عنها، وهك حمقت على نقطة يعني جد مهمة، أنها جزء لا يتجزأ من يعني نظرة استراتيجية على اقتصاد الوطن بحد ذاته. دونك الشركات المصغرة المتوسطة والكبرى عندها دور جد مهم، والشركات الناشئة هي أيضا عندها هذا الجانب الخاصية اللي هي تقدر تكون قاطرة تانيك في الاقتصاد الوطني. اليوم في ربما في 3 سنوات الأخيرة شفنا يعني تسارع في بناء هذا النظام البيئي في وطننا، وبالطبع اليوم أنا بدينا نشوفوا بعض الثمار، ولكن هذه لربما تانيك رانا نشوفوا أن كاين بعض الأشخاص كانوا يعملوا على النظام البيئي واليوم لقوا تأييد، ويعني هذا العمل اللي كان لربما يجيهم صعيب كان وحدهم، اليوم كان يعني منظمة الدولة وكل فروعها يعني تسارع هذا العمل، واليوم انا نشوف الشباب تاعنا يعني في العالم رجال ونساء يوروا القدرات تاع الجزائريين في تطوير التكنولوجيات، في تطوير نماذج الاعمال المبتكره، في تطوير يعني الاقتصاد بصفه عامه، وبالطبع راح تولي نتمناه، هذا هو الهدف، ايجابيا على الاقتصاد الوطني. سيد كريم بروري، المؤسسات الناشئه والمشاريع الابتكاريه حظيت برعايه خاصه في الدوله الجزائريه سواء في اطلاقها او مرافقتها. اليوم هذا القطاع يحقق طفره بعد الاعلان عن هذه المشاركة في هذا الصالون المتميز طبعا. ماذا تنتظرون أن تحمل لكم دبي، خاصة وأنها تعتبر من المدن الحاضنة لمثل هذه المشاريع والمتقدمة يعني على المستوى العالمي؟ بالطبع رانا نتكلموا يعني بصفه خاصه على الجي اي تاكس اللي معروف بهذا الاسم. جي اي تاكس هو صالون عالمي اللي تستقبله مدينه دبي، وهو معروف يعني لربما هو الصالون في الشرق اللي يساوي السي او اس الامريكي. هذا العام هي صح يعني اول مره عندنا جناح للجزائر والشركات الجزائريه، للرغم ان ربما في الاعوام اللي مضت كان يعني جزائريين، ولكن بصفه خاصه ما يبانوش كما كيكون جناح تاع الجزائر. واليوم كان يعني اعتقد ان الصالون يضع معايير قاسيه في اختياره للمشاركين. جد قاسيه، ولكن كانت عندنا ان الفرصه صح التعبير. لا 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 لا، عندك يعني راك في الصواب. يعني في المثال كان عندنا تشالنج راح نتكلموا عليه على الشباب اللي راح يمثلوا الجزائر في هذا التشالنج في هذه المسابقه، هما احدى النقاط اللي لازم يكونوا متمكنين بها 100% هي اللغه الانجليزيه. دونك اذا تمكنك من اللغه الانجليزيه ضعيف، كونك في دبي في جاي سينقص من فرص يعني يعني لربما الحصول راح على مشاريع نعم او راح توقيع تصرف عقود. راح تصرف نقودك في البي دافيون والامور هذه، وما كانش اي فرصه راح تربحها في البيزنس. ولكن هذه العمله الهدف انه كان منظمات يعني كيما الجان وامور اللي هي تنظمت نفسها باش تكون تماك. عندنا الجناح لتصدير هو ثاني كرافق هذه الشركات. دونك الدوله اليوم اعطت يعني 80% من المصاريف والتكاليف اللي تكون الشركه باش تروح لهذا الصالون. اليوم في صبحيه مصاريف المشاركه نعم 80% من مصاريف نعم المشاركه، تمام، وهذه حاجه كبيره. خطوه تشجيعيه يعني. كنت نتكلم مع شركه ناشئه جزائريه صباحا، هي تخدم روبو في الاسعاف في المركبات الصناعيه، وكان يقول لي تكلفه يعني تحريك الروبو تاعو من الجزائر الى دبي هي 800 ألف دينار، تسمى 80 مليون سنتيم. قال لي مزيان الدوله راح تاخذها باسكو راه سي بوكو دارجون، بزاف دراهم. دونك صح هذا حاجه ايجابيه. كاين اوسي منظمه الولايات المتحده الامم المتحده باردون، هي اي تي سي اللي هي
مثلا كاين برنامج ما بين وزارة اقتصاد، وزارة الرقمنة ووزارة التجارة، اللي هي تانيك راح اختارت عدة شركات ناشئة جزائرية وخداتهم الى جي اي تاكس، وكان يعني مصاريف وتكوين اكسترا. دونك البرنامج اسمه افتياس، وهذا البرنامج راح يخلي تانيك جزائريين يكونوا في هذا الجناح الجزائري. دونك هذا العام كان بزاف الامور اللي وقعوا اللي خلاو شركات ناشئه وشركات متوسطه وكبيره جزائريه تكون اول مره في جناح جزائري في دبي جي اي تاكس. وهذه مفخره كبيره للجزائر، ان شاء الله تكون بدايه مشوار طويل لهذه الشركات بحول الله. نتمنى لكم التوفيق سيد كريم بروري. لكن سيدي، ما هي المقاييس المعتمده اذا كان جي تاكس يعني يعتمد مقاييس قاسيه لقبول المشاركين فيه؟ ما هي المقاييس المعتمده في تصفيات اختيار المؤسسات المشاركه في هذا الحدث العالمي الهام؟ اولا وقبل كل شيء، لازم تكون شركه عندها مكانها في السوق، يعني بدات تثبت انها قادره تبيع الخدمات والمنتوجات تاعها، للرغم ان كاين يعني مسابقات اللي تحل الباب للشركات، يعني نبتات يعني للبدرات اللي تبدا كما نقولوا في عالم ستارت اب سيد والبري سيد اللي راهي تبدا. دونك تقدر شركه اللي ماشي شركه ولكن فريق، نسميه فريق اللي عندهم فكره مبتكره ومشروع مبتكر، يلقى روحه في دبي. ولكن بالطبع لازم يكون عنده فريق متكامل، لازم يكون عنده نموذج اولي حقيقي ملموس، عنده بعض النتائج في الميدان. وكما تكلمت تقدر تهولي عرض المشروع، لان عرض المشروع في جي اي تاكس هي الاف الاشخاص اللي راح يجوا يتكلموا معك، عده الاجناس عده الاوطان. لازم تكون عندك القدره تبيع المنتوج تاعك والخدمه تاعك، لازم تكون مدرب لهذا الشيء. واخر نقطه اللي بديت بها في الاول هي اللغه الانجليزيه. صح رانا في دبي والعربيه عندها مكانه، ولكن هي مكان عالمي يعني، والانجليزيه يعني نقطه جد مهمه. هي كوسيله تواصل يعني. نعم. نعم. عالميه. طيب سيدي، ما هي أهمية مشاركة الجزائر كدولة في مثل هذه المحافل الدولية العالمية؟ اولا لنا كجزائريين لازم تكون يعني فرصة يعني نفرحوا بالمقاولين والمقاولات تاعنا، لان خلينا ما ندخلوش في التفاصيل، لان كاين بعض الاشخاص راح يقول لك وي ما مش يدخلوا بزاف دراهم، ولكنهم لحقوا لهاد هاد الخطوه. لازم نفرحوا لان ما كانش عندنا الفرصه نشوفوا الجزائريين بقوه ونقدروا نقولوا هاملك الجزائريين راهم حاضرين. انا عده سنوات قدرت نكون في هذا النوع من الصالونات. النقطه يعني كان عندي غير البينس تاع الجزائر هنا ونحس روحي وحدي انا كجزائري تماك، وهذه المره راح نكونوا جزائريين في عدد. دونك هذه مفخره قويه ومتميزه. نعم، هذه اول نقطه لازم نكونوا فرحانين، وكما نقولوا يفو سيليبغي المقاولات. ثاني امر، راح يحتكوا بالعالميه. احتكاك بالعالميه ثانيك عندها هدف ثاني، انه تخليك تتواضع، لان لربما يعني تعرف المقاولين والمقاولات في بعض الاحيان يتحمسوا ويتحفزوا بسرعه ويظنوا باللي خلاص لحقوا الى اخر نقطه المشوار، وهما لربما مازال كما يقول تشرشل ميدان متطور باستمرار. نعم، وكما كان يقول تشرشل هذه نهايه البدايه. راك كملت بدا هذا ما كان. دونك يحتك في العالميه يخليه يتواضع ويشوف التنافس العالمي، لان كنت تكلموا هذه نقطه جد مهمه، كي نتكلموا على الشركات الناشئه رانا نتكلموا على العالميه. نظل نقولها من ذاك، لربما نكون صارم ونكون يعني قبيح في مع الشباب، نقول اذا المنتوج تاعك او الشركه تاعك راهي تختص الى زبائن جزائريين وفقط، سي تري بيان، جيد جدا، تحقق. ولكن شركه ناشئه هي العالميه، السوق تاعك لازم تروح ل 150 الى 200 مليون زبون عالمي. اذا يعني ميكانه تاع الامر تفهم باللي الجزائر ما تكفيكش. دونك كي تروح في هاد الصالونات تفهم واش راهو يستنى فيك في العالميه، وتوجد روحك باش يعني تحارب تحدي ورهان. نعم، سيد كريم، تحدي ورهان، هذه هي العباره الجيده. يعني هل تنتظرون يعني الحصول على صفقات كبرى مثلا خلال المشاركه في هذا لا ربما الصالون؟
لا ربما للبعض من الشركات اللي راهم يعني المشوار يعني تاعهم. بحسب تقييمكم نعم، نعرفوا بعض الشركات للمشاركين. اللي ماشي شركات صغار اللي هما في الرقمنه ومنا، كان بعض شركات جزيره اللي عندهم ديجا يعني عندهم رجل في الاسواق العالميه، هذا جي اي تك صح يخليهم لا ربما يكون عندهم صفقات، ولكن الهدف تاعنا تاع هذه الصالونات هذه المعارض انه نخلقوا شراكات في اول الامر، ثاني الامر لا ربما نلقاو تمويل، لان مهم. راك في دبي ويعني نعرفوا بلي هذا راح يكون مكان اللي يجذب كاع ستارت اب يعني شركات ناشئه تاع العالم، دونك ممولين اللي في دبي اللي في اللي في في رياض اللي في في كل ناحيه وقطر العالم يعني منطقة الشرق الأوسط. يجوا لهذا المكان باش يحاولوا يلقاو هذيك الشركه اللي هي تبدا الخطوات الاولى تاعها، ولا ربما اليوم يكون يحط فيها لربما 200 الف ولا 500 الف دولار، دونك ما بين 20 30 مليون دينار الى 100 مليون دينار، لربما يقول اليوم الوقت اللي لازم نحط النقود في هذه الشركه، لان لربما في 15 سنوات تولي هذه الشركه 150 200 300 مليون دولار، كما شفناها مع شركه ناشئه جزائريه اللي قدرت تمول نفس في العالمين ب 150 مليون دولار في بدايه هذا العام. دونك اولا خلق شراكات، اظن هذه هي الهدف، ثانيا لربما التمويل، وثالثا الترويج، يعني هدف هذا الصالون هو الترويج وخلق علاقات وفهم، لربما ثاني خلق علاقات مع شركات اللي يقدروا كيف نقولوا يوزعوا المنتوج والخدمات تاعك في هذا الوطن ولا في ناحيه العالم هذه اللي هما لربما يعرفوها خير ومن احنا الجزائريين بالطبع. طيب المشاركة الأولى من نوعها يعني في جايتكس سيد كريم بروري، وحصول كما ذكرت قبل قليل هذه المؤسسات الناشئة على تمويل بنسبة 80% من نسبة المشاركة من يعني عملية تمويل نعم المشاركة في هذا الصالون، يعني هناك تحفيز لهذه الشركة الناشئة، ما المطلوب منها في المقابل؟ اولا بالطبع اظن يعني اخرا رئيس الجمهوريه تكلم وكان يعني المعلومات كانوا واضحات وضوح الشمس، يعني قال اليوم حبينا نشوفوا الشركات الناشئه تاعنا يروحوا العالميه في كوريا الجنوبيه في امريكا اكسترا في الصين باش يتعلموا ويشوفوا بعينيهم وشو يتخدم في العالميه، باش حنا نعاودوا يعني نكرروا يعني اولا نتفاداوا الاخطاء وثانيا نكرروا يعني الخطوات الجيده، دونك بالطبع جي اي تكس راح يكون جزء من هذا الامر، دونك اظن ان هذه في نطاق استراتيجيه الدوله وتعليمات رئيس الجمهوريه اللي تمشي هذه التحفيزات، ولربما نقدروا نكونوا عندنا تحفيزات اكثر. الهدف اظن اولا وقبل كل شيء راح نقولها بالعاميه نطلعوا الاعلام، هكا نقولوا يعني نكون فخورين ببلادنا، هذه بالتاكيد هذا اول حاجه. ثاني امر هي الترويج، النظام البيئي تاع الشركات الناشئه مبني على الترويج والماركتينغ، كان بزاف ناحيه العالم بلا ما نقول هذه الدول نسميها اللي هي الكثير من ما نراه هو ترويج، يعني كنت تروح تشوف حقيقه الميدان ماشي صح، ولكن هذاك الترويج يخلي المستثمرين الان الاجانب ينظروا لهذيك المنطقه تاع العالم. دونك اليوم كي تبعت انت يعني في الفيترين يعني احسن ما عندنا اليوم ولا ربما ماشي الاحسن لا ربما كاين افضل، ولكن هذه دفعه اولى اللي راح تخلينا نبانوا في اجود يعني هيئه بوجه تاعنا جيد. نعم وبوجه جيد في جي اي تكس، راح تجذب يعني النظر على الجزائر وقدره الجزائريين في تطوير الشركات الناشئه، ولا ربما راح نشوفوا ايضا تمويل راح يتخلق، ولا ربما برامج يعني ديناميكي راح تنخلق، هذا اظن اول بالتأكيد. يعني معيار اللي نقدروا نحطوه، قال ما بعد جي اي تاكس هل سنرى لربما يعني تغيير النظر على النظام البيئي الجزائري من بعض يعني الممولين، لان كي تكلم على الشركات الناشئه نحبوا ولا نكرهوا الهدف الاولي للشركات الناشئه هو التمويل، والدوله تقدر يعني تمول كما راهي ديروا اليوم، ولكن ماشي عمل الدوله التمويل، كان مختص
الصين، والدولة هي العمل تحية خلق هذيك الديناميكية الأولى، تحفيز نعم التحفيز الأولي، ولكن بعد النظام البيئي هو بنفسه راح يبحث عن مصادر تمويله بنفسه يعني ذاتيا. للرغم أن كنحلوا هذا لربما راني نتسارع في النقاش، ولكن على بالي بلي كان أشخاص راح يقولوا أوكي إذا نقولوا التمويل الخارجي لازم نبدلوا يعني بعض القوانين، وهذا حق، ولكن يعني هذه حكاية البيضة والدجاجة، يعني شكون جا الاول؟ احنا نعلموا باللي يعني في استراتيجيه نقدروا نخدموا الدجاج البيضه ارتيفيسيلمون صناعيا صناعيا. دونك اليوم الهدف هو خلق هذا النظام البيئي، هو خلق هذه الديناميكا بطريقه صناعيه. دونك هاد الامور راهم يداروا هو الهدف تاعهم، و اظن ان الدوله ماشي عملها هو التمويل، الدوله هي تنسق كل هذه الامور، التفكير على الاستراتيجيه الكبرى، وتخلي يعني ويعني قالها رئيس الجمهورية عدة مرات، يعني ما راناش يعني نتغالبوا ولا نتناقصوا. تما أظن اليوم الاستراتيجية راهي واضحة، العمل كبير، مازال المشوار كبير، ولكن رانا في طريق إن شاء الله. هذا الطريق راح يبان بسرعة كبيرة، الطريق الصحيح إن شاء الله. إن شاء الله بحول الله. سيد كريم بروري، ماذا سيد كريم بروري عن الحاسوب الكمومي أو الكمي أعتقد يعني اصطلاحا كيف تسمونه، والذي كان حاضرا بقوة في عملية التصفية؟ صح. أخيرا كان عن هذه اليومين الأخيرين نظمت هنا في الجزائر في سيسي محاضرات حول الحاسوب الكمومي، هي يقولوا بالعربية الكمومي، لورديناتور كونتيك، كونتوم كومبيوتينغ، لأنه شفنا يعني ديناميكا كبيرة على الذكاء الاصطناعي في الأشهر الماضية. شفنا وزارة اقتصاد المعرفة وشركات الناشئة المصغرة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلق يعني هيئة وطنية بمهارات جزائرية في الداخل وفي الخارج حول الذكاء الاصطناعي، واليوم النقاش راه حول الحاسوب الكمومي. ألور كنت نهضر على قسنطينة في أول المطاف، في جامعة قسنطينة كان باحثين خالقين شركة ناشئة جد جميلة، هي كيو سي تك، يعني كوانتوم كومبيوتينغ تكنولوجي، اللي هما يعملوا على الـ على الـ على الحاسوب الكمومي. لأن الحاسوب الكمومي اليوم هو نوع جديد تاع الحاسوب، يعني تاع الكمبيوتر، اللي يستعمل الفيزياء الكمومية، دونك فيزياء الحزم، لا فيزيك كوانتيك، في تطوير الكمبيوتر. هي يعني تكنولوجيا جد دقيقة، ذو مهارات جد عالية، وعندنا بعض الجزائريين هنا في الجزائر يوم يعملوا عليها. بالطبع احنا نبقاو دائما متواضعين، ما راناش الهدف تاعنا تطوير هذا الحاسوب هو بالذات، ولكن اليوم الذكاء الجزائري، ذكاء الجزائريين والجزائريات وتمكينهم في الرياضيات يخلينا نقدروا نطوروا اليوم برمجيات و دي زالغوريتم، دونك خوارزميات اللي يقدروا يكونوا منتوجات شركات ناشئه في عالم الحاسوب الكمومي. الحاسوب الكمومي جد مهم في استراتيجيه الدوله، لان اليوم كاين نتكلموا على لا سيبر كريميناليتي، دونك الجريمة الإلكترونية والدفاع الإلكتروني والحماية الإلكترونية بصفة عامة. الحاسوب الكمومي عنده دور جد مهم في هذا السؤال، لأن الحاسوب الكمومي خلانا نشوف تقنية الدفاع عند نفسنا في الرقمنة تتغير، لأن الحاسوب الكمومي بدل كاع المعلومات اللي عندنا وخلى أقوى أنظمة الدفاع الإلكترونية طيح امام قدرات الحساب تاع هذا النوع من الكمبيوتر. دونك اليوم جد مهم للجزائر تكون عندنا استراتيجيه، ونشوفوا شركات ناشئه، وبالطبع اليوم نشوفوا شركات، نشوفوا مخابر تاعنا يعملوا عليها، الجامعات وبالطبع الدكاتره تاعنا والمهندسين والمهندسات تاعنا يعملوا على هذا السؤال. سيد كريم بروري، ستكونون إذن على موعد مع جاي تاكس في أكتوبر المقبل إن شاء الله في دبي. نتمنى لكم التوفيق سيد كريم بروري، عضو اللجنة الوطنية في منح علامة شركة ناشئة لابل. شكرا جزيلا. نعم سيد كريم بروري، شكرا لك على هذه التوضيحات، ونتمنى لكم التوفيق في هذه المشاركة. شكرا إن شاء الله. ونحن بدورنا مشاهدينا الكرام سنعود بعد الفاصل.